هذا الحديث حول أسواق العملات ديفيد معدن محلل الأسواق في إكويتي جروب من لندن. ديفيد أهلا بك. لماذا هذا التراجع القوي على الأسترالي على الرغم من أن يعني كان متوقع إلى حد كبير بأن نشهد البنك المركزي الأسترالي يتخلى عن استهداف منحنى العائد؟ على الرغم من أن هذا كان تحديث متشدد مفاجئ من قبل البنك الاحتياطي الأسترالي، إلا أنه قال أنه يميل إلى إنهاء برنامجه للتحفيز المالي في أبريل 2024، وهذا يشير إلى أن هناك ضوء في نهاية النفق فيما يتعلق بالسياسة النقدية وأنها ستكون تيسيرية وسوف تتراجع. وأيضا فيما يتعلق بالتحديث، بنك الاحتياطي الأسترالي قال أيضا أنه من الممكن أننا قد نشهد رفع معدلات الفائدة في عام 2023، وهذا ما فاجأ المتداولين. وأيضا كان هناك تصريح غير متوازن، إلا أن معدلات الفائدة لن تتغير خلال حتى عام 2024. كان هذا إلى حد ما تحديث متشدد مفاجئ، ولكن أيضا هناك مخاوف تتعلق بالسوق العقارية في الصين، وشهدنا أيضا خسائر في إيفرغراندي وأيضا في هونغ كونغ، وتراجع السهم 5%، وهذا ما أثر على شركات العقارات الأخرى. إذن هذا يشير ألا المشكلة التي تتعلق بهذه الشركة إيفرغراند وأيضا السوق العقاري في الصين، هذا ما كان يؤثر، وهناك مخاوف تتعلق بهذا الأمر. ويقول الكثير عندما يكون هناك بنك احتياطي متشدد، إلا أن هناك سيناريو أيضا يتعلق بتراجع الدولار الأسترالي، لأن هناك مخاوف تتعلق بالصين، وبالطبع هناك مخاوف في الصين وترتبط بالتراجعات التي نشهدها في المعادن الصناعية مثل النحاس والصلب وكل هذه، لأن الصين أو أن أستراليا هي المصدر الكبير للمعادن إلى الصين. الدولار اليوم يعني حتى يرتفع أمام سلة من العملات، ليس فقط أمام عملات السلع كالأسترالية والنيوزيلندية، لكنها ارتفاعات طفيفة في انتظار ربما ما قد يأتي يوم غد من الفيدرالي. برأيك كيف يجب على المتداول اليوم أن يتحضر لهذا الحدث؟ أعتقد أن ما نشهده في الدولار الأمريكي خلال الأسابيع القليلة الماضية والشهر الماضي تشير إلى أن اجتماع الأربعاء للفيدرالي سنستمع إلى التأكيد بأن تقليص برنامج شراء الأصول سيبدأ خلال هذا الشهر من المحتمل، أو ديسمبر أو يناير. وإن إن لم نحصل حتى على إعلان تقليص برنامج شراء الأصول في هذا الاجتماع، يبدو أيضا أن الفيدرالي سوف يعلن ذلك في ديسمبر وبداية عام 2022. إذن في التمركز الذي شاهدناه في الأسابيع الماضية والأشهر الماضية تشير إلى صعود الدولار الأمريكي، وأيضا في يوم الجمعة وصلنا للدولار إلى أعلى مستويات في أسبوعين، ولسنا بعيدين عن الارتفاعات في أكتوبر والتي كانت عند أعلى مستوياتها في 12 شهرا. إذا شهدنا حركة صعودية في الدولار الأمريكي خلال الأسابيع الماضية. سأتفاجأ إن قام الفيدرالي وأعلن تقليص برنامج الأصول يوم الأربعاء، لأن هناك قراءتين للوظائف كانت مخيبة، وأيضا كان لدينا الأخيرة وقراءة أكتوبر التي ستصدر يوم الجمعة. إذن أتوقع أن الفيدرالي سوف يقدم إشارة قوية بأنه من المرجح سوف يقوم بتقليص برنامج شراء الأصول في نهاية العام أو بداية العام القادم، ولكنه لن يعلن عن انسحابه الكامل برنامج شراء الأصول يوم الأربعاء. ملفت. أخيرا الباوند ديفيد، وأيضا نحن ننتظر البي او اي يوم الخميس، وتكهنات كبيرة بأنه قد نشهد أول رفع لمعدلات الفائدة من قبل البنك الإنجليزي. ما الذي يعنيه ذلك بالنسبة للباوند الذي فعليا يتراجع اليوم؟
الكثير من الارتفاعات التي شهدناها في الباوند خلال الشهرين الماضيين كانت تتعلق ببداية أكتوبر. لقد استمعنا من أندرو بيلي ورئيس بنك إنجلترا والذي قال أنه يحتاج إلى أن يكون هناك تراجع عن المعدلات العالية للتضخم، واستمعنا إلى أعضاء البنك مايكل ساندرز بنك إنجلترا وقال أن الأسواق المالية تحتسب رفع معدلات الفائدة أكثر من المتوقع، وبالتالي شاهدنا أن الباوند بدأ يتراجع أمام الدولار الأمريكي والين الياباني وأيضا حتى منتصف أكتوبر، لكن بعد ذلك شهدنا تراجع في الباوند أكثر من ذلك، وكان هناك تراجع وانسحاب للمتداولين، وهذا ما شاهدناه أيضا في بداية هذا الأسبوع. ولكن نشير إلى أن جميع التوقعات بأن بنك إنجلترا سوف يزيد معدلات الفائدة يوم الخميس. علينا نتذكر أنه منذ أقل من شهرين في سبتمبر الأعضاء التاسعة في بنك إنجلترا صوتوا على إبقاء معدلات الفائدة. إذا قد يكون هناك صدمة من عدم التصويت على رفع معدلات الفائدة في سبتمبر منذ شهرين إلى أن يكون هناك أغلبية للأعضاء يصوتون على رفع معدلات الفائدة يوم الخميس. إذن التراجع الذي شهدناه في الباوند خلال الجلسات الثلاث على الأرجح يتعلق بجني الأرباح، ولكن على الأرجح أيضا أن هناك إدراك أنه سيكون هناك عودة من صفر إلى أغلبية للتصويت والذين يفضلون رفع معدلات الفائدة. وأعتقد أن اجتماع يوم الخميس قد تكون هناك فرصة لتهيئة الوضع للاجتماع التالي والذي سيكون في منتصف ديسمبر. ديفيد مادن محلل الأسواق في إكويتي جروب، شكرا جزيلا.